عليكم، يعطيكم ألف عافية مس. اليوم بإذن الله بدي أخذ حجم المنشور الثلاثي القائم. حجم المنشور الثلاثي يساوي مساحة القاعدة ضرب الارتفاع. إذا علم عندي مساحة القاعدة والارتفاع كتير سهل أوجد حجم المنشور الثلاثي. إذن حجم المنشور الثلاثي يساوي مساحة القاعدة ضرب الارتفاع. إذن فعندي سؤال، احسب حجم منشور ثلاثي مساحة قاعدته 7 وارتفاعه 10. إذن حجم المنشور الثلاثي يساوي مساحة القاعدة ضرب الارتفاع، اللي هو عندي مساحة القاعدة 7 ضرب 10 ويساوي 70. إذن عندي حجم المنشور يساوي 70. السؤال الثاني، برضو مساحة القاعدة 3 وارتفاعه 5، 3 ضرب 5 ويساوي 15. هون نفترض سنتيمتر مربع، هون سنتيمتر، هون مساحة سنتيمتر مربع سنتيمتر. الحجم دائما بالسنتيمتر مكعب، الحجم دائما بالوحدة المكعبة. نذكر إشي سريع ونحله بالحصة الجاي، المساحة المنطقة المثلثية اللي هي مساحة القاعدة في المنشور الثلاثي تساوي مساحة قاعدة الهرم الثلاثي عفوا، اللي هي عندي نص طول القاعدة ضرب الارتفاع، نص ضرب طول القاعدة ضرب الارتفاع. يعطيكم العافية.